عمهلك وقف لحظة واسمع هالكلمتين على الماشي. مرحبا. يا ريت من آمن أن الوطن هو عطية من عند الله ومن الواجب علينا نحافظ عليه، نحبه، نضحي كرماله. هالوطن يلي كرماله بيموتوا شهدائنا طيحافظوا عليه. هالوطن يلي منصلي كرماله بقدساتنا ومنقول له يا رب بارك بلادنا وبارك جيوشنا وبارك جدودنا. ندرس عنه بالمدرسة يمكن لما كنا صغار ما عرفنا قيمته، بس المشكلة لما منكبر مش مقبول يبقى مفهومنا للوطن مفهوم صغار. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم. لما كنا صغار بالمدرسة كنا نعتقد انه مادة الدين ما بتسقط التلميذ، بس لما كبرنا تأكدنا انه بتسقط وطن. لهالسبب كل يغني على ليلى وبيفصل الوطن على قياسه وقياس طيفته. ما حلنا نفهم انه ما رح بيصير في وطن الا اذا عشنا الاول يلي منردده الدين لله والوطن للجميع. والله معك.